وراح ناخذ جولة بالغارب على بحيرة دال في سيرنجر كشمير الهند بإذن الله. راح ناخذ جولة جميلة جدا، جولة لمدة ساعة بالقارب 1000 روبية تقريبا، ساعة كاملة تفتر حوالي هذا المنظر الجميل والبديع. شوفوا جمال الغروب على هذه البحيرة الرائعة، منظر يفوق الوصف. وأفضل وقت لزيارة كشمير من شهر مايو إلى شهر أكتوبر، وهذه أفضل الأجواء. وطريقة الوصول إلى كشمير عن طريق مطار دلهي، ما في طيران من الخليج، يعني توصل مطار دلهي وتأخذون طيران داخلي. بالنسبة للأمان في كشمير، كشمير آمنة وشعبها طيب وما شفنا أي مشاكل، يعني بصراحة شعبها طيب. لا أحد يلومني إذا كثرت سنابات، في ناس تطلب مني إني أصور، في ناس يقولون الهند دولة مو حلوة وقف سنابات. أبو مبارك إيش قاعد تسوي أنت؟ لحقنا لمكاننا عشان تتسوق يعني على البحيرة. والله هو اللي جاني والله، وأنا الانترنت اخذنا شريحة من شركة ايرسل، يعني الانترنت جيد مو سريع وفي اماكن ما يشبك فيها. الزحمة متوجهين إلى سوق اسمه فولتن ماركت، رايحين نشوف شنو في السوق. هذا الهاوس بوت، فندق على البحيرة تسكنون فيه وتعيشون التجربة الحلوة. شوف المناظر الخلابة، هذه أسواق بسيطة على البحيرة، راح ننزل ونشوف شنو فيها. ما شاء الله هذا صوت الأذان، أذان المغرب. الشعب الكشميري أغلبهم مسلمين، 90% مسلمين و 10% غير مسلمين. وهذا السوق يبيعون فرشات وشغلات يدوية.